كان المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في مقدمة مستقبلي جثمان الشهيد الواجب الوطني الرقيب أول عيسى عبد الله بدر عيد من قوات دفاع البحرين من المشاركين في صفوف قوات التحالف العربي بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لدى وصول جثمان الشهيد إلى قاعدة عيسى الجوية على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني برفقة عدد من ضباط قوات دفاع البحرين. هذا وقد جرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثمان شهيد الواجب على أرض القاعدة، حيث تم تأدية التحية العسكرية للشهيد من قبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة، كبار الضباط. وقبل ذلك أدت ثلة من العسكريين التحية لجثمان الشهيد، وكان من ضمن المستقبلين عدد من كبار ضباط قوة الدفاع وأسرة أهل الشهيد. ونقل المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله إلى أسرة وأهل شهيد الواجب من رجال قوة دفاع البحرين، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما عبر المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره لرجال قوة دفاع البحرين على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية.